السلام عليكم. أنا كان طالب عير من المجلس البلدي ومن المسؤولين يوقفوا معانا، الله يرحم الوالدين. حنا بغينا ندخلوا غير الضو، بغينا ندخلوا الضو. مشينا للراك قلنا لهم عطيونا الضو، عطينا المكانة. قال لك اسيدي خاصك تجيب لنا البيرمي دابيتي. مشينا للمجلس مشينا للبلدية، قال لك اسيدي خاصك كمل، خاصك اسيدي ملي خاصك تجيب لنا الوثائق. من جد ديت لي الوثائق كاملين ديالي، الوكاله ديال خوتي والبلان وكل شيء عندي هنايا. قال لك اسيدي خاصك تخلص الفلوس على 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 هاد البيرمي دابيتي. انا ما عندي ما نخلص، ما عنديش ما خدامش، كنخدم معايا في الموقف. دابا الله يجازيكم بخير، اللي شافنا وتنبه لينا يدير فينا شي خير. الله يرحم الوالدين. وراني كنعيش انا بلا ضو، انا وليداتي راه من 87 وحنا عايشين هكذا. دابا قال لك اسيدي خاصك تضرب مرطوب، خاصك دير الجليج. انا ما عندي باش ندير الجليج، ما عندي باش، انا كنخدم غير في الموقف. شكون هذا اللي قال لك خاصك دير المرطوب والجليج؟ وقال لي المسؤول في البلديه. اش قال لك؟ قال لك خاصك تضرب مرطوب ودير الجليج. اش خاصك تدير المرطوب والجليج؟ دير المرطوب وخاصك دير الجليج عاد باش يعطيك البيرمي دابيتي. انا ما عندي باش ندير الجليج، ما عندي باش نضرب المرطوب. انا الله يجازيكم بخير، شوفوا كيفاش ديروا معنا في هذه العواشر هذه. راه رمضان جاي، ما يمكنش لي غادي نعيش انا ووليداتي في الظلام. وانا عندي الثلاجه هي يا حافزه، عندي الماكينه الصابون يا حافزه. باش كنت كتخدم هاد الثلاجه وانت ما عندكش الضو؟ كانوا عاطينا غير الجيران، الله يجازيهم بخير. واليوم راهم عياو حتى هما، الله يجعل البركه. قال لك اسيدي دير المكانه ديالك. ومني مشيت وقفت عليها راني وقفت في هاد البيرمي دابيتي. دابا انت باش تاخذ البيرمي دابيتي قالوا لك خصك دير الضو المرطوب ودير الجليج ودير الصباغه، عاد اجي عندنا نعطيوك البيرمي دابيتي. في الاول قال لك اسيدي خاصك تضرب مرطوب الفرصاده. ضربنا لها الوجه، ضربنا ليه المرطوب، صبغناه. مشينا عندهم قلنا لهم ها حنا درنا هذا الشيء. قال لك لا، خاصك جا معايا واحد من المسؤولين تمايا من البلديه، جا معايا حتى للدار ودخل وشاف. قال لك انت ما عندكش المرطوب، ما عندكش الجليج، راه ما يمكنش غادي يعطوك البيرمي دافيتي. انا ما عندي باش غادي نديرهم والو، انا كنخدم غير في الموقف. إلا كنخدم يومين في السيمانة، ولا ما نخدمهاش كاع بعد السيمانة نبقى نخرج بلاش، ما تنخدمش شي كاع فيها. كاين بعد السيمانة ما نخدمش شي كاع، كاين بعد السيمانة والله ما نخدم بالله. نمشي نضل واقف ونجيب العشية، ما نجيب 4 دريم، حتى درهم ما ندخلهاش على الدار. والله صعيب سيدي، الله يصعب. نتمنوا ان النداء ديالك يوصل للمسؤولين ديال مدينه القنيطره ويوصل للمجلس البلدي. كنتمنوا على انكم تراعيوا الظروف ديال هذا السيد، لانه فعلا انا بكل صراحه الله دخلت تاسفت. انا ما يمكنش دراري تبارك الله عنده ولاو شباب كيدخلوا للدار ديالهم كيلقاو راسهم بلا ضو بلا ما بلا ضو بلا والو. راه ما يمكنش فعلا الدري في اللاج ديالو غيدخل يبغي يحفظ ما غيلقاش الضو، نورمال غادي يتعقد. تيكرهو يجلسوا في الدار الداخل، ما يقدروش يريحوا في الدار الداخل في الظلام. تيقول لك ما حنا راه صافي، حنا صمكين، ما عندنا لا تلفازه لا الثلاجه لا ماكينه الصابون. عير الجيران كيمشيو كيصبنوا لينا، والله القسم بالله كنعطيو عير الجيران تيصبنوا لنا الحوايج ديالنا. حتى ابسط الحقوق ديالهم تطفونا ديالهم ما عاشوش، يمكن حتى باش يتفرجوا في الرسوم. ما عاشوش والو، الدري محتاج يتفرج في الرسوم، محتاج يتفرج في الرسوم، محتاج يتفرج في التليفون، محتاج بزاف ديال الحوايج. والضوء هو الاساس، الا ما كانش الضوء راه ما كاين حتى شي حاجه والو. شنو المتطلبات الاخرى ديالك اسيدي؟ انا بنتي كنطلب غير من مجلس البلدي يوقفوا معانا ويشوفوا من حالنا. راه حنا كنعيشوا بلا ضوء، انا وليداتي، وعندي الدري صغير كيقرا في السابعه. ما عمرني دخلت للدار ولقيته مشاد الكتاب وكيحفظ ولا كيكتب ولا. ملي كنقول له ماك ما كتحفظش تيقول لك ما كاينش الضوء، ما عنديش فاش غنحفظ، ما عنديش فين غادي ندير. كيجي حتى الستة كيجي في الوقت ديال الظلام، ما تيلقاش باش يحفظ ولا باش يكتب ولا حتى شي حاجه. صافي كيجي كيخرج بحال هادو. ولادي عاوتاني ما كيلقاوش باش يشارجوا التليفونات، كيشارجوها عند الجيران. الله يجازيهم بخير. شحال قد بنادم يبقى هازك؟ شحال قدو شحال؟
راه من 87 وحنايا كاع اللي كنعانيو بهاد الازمه هادي ديال الضو. دابا منين لحقت الوقيته ديال الاولادي كبروا وما بقيتش ما بقيتش كنصيب كيفاش نضوي ولا باش حنا عايشينها بالبوطه ها هي يا كتشوف فيها و كنطلبوا من المسؤولين يوقفوا معنا ويشوفوا من حالنا. و انا كنعيش في الموقف، انا كنخدم في الموقف، ما عندي لا مدخول لا والو. كاين بعد السيمانه ما نخدمش كاع، كاين بعد السيمانه والله ما نخدم بالله. اش غنخلص انا؟ ما عندي ما نخلص انا، كلشي عندي، انا عندي الرخصه، عندي كلشي. ما عرفتش انا كيفاش غادي ندير انا في هاد القضيه. اذا كي كتشوف معنا متتبعين قناه اخبار الفرج المغربيه، هاد السيد راه ما كيطالب حتى شي حاجه اللي هي مستحيله، كيطالب على انه يعطيوه البيرميدابيتي ديالو باش يدخل المكانه ديال الدور وليداتو. ما كيطالبش شي حاجه اللي هي مستحيله، شي حاجه اللي ما يمكنش. ها البلان، حق من الحقوق ديالو. ها البلان كاين، ها هو البلان كامل. هادي ديال الورثة، هادي ديال الورثة. هاد المنزل ديال الأم ديالك؟ ديال الأم ديالي. شحال باش توفات دابا؟ باقي بسميتها لدابا. باقي بسمية ديال الأم ديالك؟ باقي بسميتها. الله يرحمها ويوسع لها رحمها. المكانة ديال الضو ديالي ونكون أنا بخير بحالي بحال الناس. هادشي اللي كنطلب.